الله يا ترى دول ايه شكلهم يجنن. واو كلهم حاجات لونهم بينك وشكلنا معانا هنا عروسه تانيه. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده جبت لكم حته دي لعبه اسمها لول سبرايز بوب اب ستور. الله هنا ديسبلاي ان بلاي ايه ده 3 ان 1 ديسبلاي اكسبوز. ايه ده هنحط هنا زي ايه سلم كده للعرايس كلهم، ومش بس كده معانا عرايس جوه مكتوب هنا بلاي. ايه ده ممكن كمان نقعد نلعب بيهم، ممكن احنا نشتري هما فيهم اكتر من 50 نوع عروسة مختلفة نقدر ان احنا نلعب بقى بيهم من ايه لول سبرايز LOL. وهنا ايه كاري اواي ترانسبورت، يعني ممكن احنا ننقلها. دي لعبة 3 في 1، ممكن تكون زي سلالم اهو زي بيت يعيشوا فيه، وممكن كمان احنا نقلبها شنطة ناخدها معانا واحنا خارجين. I'm so exclusive find me inside، مكتوب فيه ان انا ايه عروسة جديدة حصريا، تعالى افتحي اتفرج عليا من جوه. اوكي تعالوا بقى نشوف اللعبة العملاقة دي. انا الصراحة عندي فضول جامد جدا نعرف دي عبارة عن ايه ونقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. اهو بصوا فتحنا، هنفتح بقى العلبة من هنا، بنشيلها بقى كده من الايد بتاعتها كده من فوق. اوكي وبعدين هن ايه هنلعب بقى بيها. بصوا في هنا زي بيت يعيشوا فيه، بصوا عرايس كتيرة جدا ازاي. وهنا بقى في كمان ستور، ايه ده في زي درج سحري كده ده ولا ايه مش عارفة الصراحة. هنفتح بقى ونتفرج. الله شكله حلو قوي، شكله فعلا حلو جدا. تعالوا بقى نفتح اللعبه لول سبرايز بوب اب ستور. ووهو يا ترى ايه المفاجآت اللي جوه؟ عايزين نفتح ونتفرج. اهي هنفتحها بقى، لازم اللعبه دي صالحه للاطفال فوق السن 4 سنين. اوكي هنفتحها بقى كده من هنا ونتفرج عليها. مكتوب عليها ايه هنا انترتينمنت. انا الصراحه عماله اشوقكم عشان لما اجي افتحها تتفرجوا معايا على اللعبه العملاقه قوي دي، ونشوف بقى العرايس اللي موجوده معانا. اهو بصوا هتفتحوا بقى كده من هنا. ايه ده دي حلبه كبيره جدا، بصوا في جزء شفاف او الجزء اللي فوق في زي ادراج كده. الله ده فيه كمان مفاجآت مكتوب عليه وايلد ستايل، يا ترى فيها ايه تاني من جوه. واو وهنا بقى بصوا في حاجات تانية كتير. الله في هنا برضو بقى مفاجأة تانية، في هنا زي ستيكرز. اوكي عايزين احنا بقى نجرب الستيكرز دي ونحطها بقى كده هنا، ممكن ونفتح بقى الجزء ده بنحطه بقى نعلقه. دي زي ايه احنا نقدر ان احنا نشيل اللعبة كلها منها، الجزء ده بيتقفل كده من هنا فوق. وهنا بقى بصوا في زي مكان كده للفيونكات، ممكن نعمل فيهم بالصلصال بقى ايه فيونكات او نوقف عليهم العرايس، هم دول اللي بيقفوا عليهم العرايس اللي معانا. وهنا بقى ده الجزء بتاع الايه زي المطبخ، وفي بقى كل واحد من دول فيهم بيت. هنا بقى ده مثلا هير صالون، وده هنا كافيه، وده هنا بقى مطبخ، وهنا في زي ايه ده سوبر ماركت او كده، في كرواسون في دونتس. واو حلو قوي الكافيه ده، كل محل من دول شوبس مختلفة ممكن احنا نوقف العرايس فيهم يلعبوا بقى فيهم ويشربوا بقى الكافيه او يبيعوا ويشتروا الحاجات. الله وفي جزء ده بيطلع بقى كده بره وبيتقلب بقى كده نوقف العرايس برضو عليهم فوق زي ما انتوا شايفين. وهنا ايه ده في بقية اللعبة، الصراحة اللعبة دي تحفة سحرية خالص. بصوا بتبقى 4 سلالم عشان نوقف كلهم عليهم العرايس زي ما كانت في الصورة. واو اهو بصوا كده وقفناهم بقى كلهم اتفرجنا بقى. هنا لسه في بقيت بقى هنا مكتوب عليها ايه بوتيك، هي بقى الفاشن بوتيك بتاعها بتاع العروسه.
الجزء ده كده بقى معانا. الله، هنركبه بقى كده هنا كأنه زي الأرضية بتاعة الكافيهات والمحلات اللي موجودة هنا اهي، زي ما انتوا شايفين مكتوب عليها لول. ممكن نركب بقى سلسلة كده. واو، اهي ادينا ركبنا بقى الكيس اهو اهو، ادينا بقى حطينا الحاجة. العرايس هم اللي معانا، اتفرجوا بقى عليهم. كل دول الصراحة العرايس اللي معايا بس في ناس طبعا عندهم الكولكشن كلها، شكلهم كلهم حلوين قوي. حاطط لكم العرايس. ايه ده، ده طلع فيه مفاجآت تانية. اللعبة دي مليانة مفاجآت، انا مكنتش متخيلة ان هي فيها مفاجآت كتيرة جدا. تعالى نفتح بقى الاكياس اللي معانا دي، نتفرج على المفاجآت اللي فيها من جوه. الله، شفتوا المفاجأة دي؟ مكتوب عليها وارد ستايل. واو، شفتوا ايه ده؟ هنا دي زي بلوزة او كده، ممكن نلبسه لأي عروسة موجودة. عامله زي سوليبات كده، بينك روز في جولد، شورتس وجاكيت. وهنا كان في كوباية معايا. وهنا بصوا دي شنطة. الله، ده في حاجات كلها شكلها حلوين قوي. وهنا في نضارة تجنن لونها بينك روز كده، شكلها حلو قوي. الله، هنا بقى طلعنا حاجات كتير جدا كلهم لونهم بامبا، شكلهم حلوين جدا. واو، وهنا بصوا بقى في بنوتة، شفتوا شكلها عامل ازاي؟ هي جسمها لونه اسود جليتري كده، بني قصدي، وشعرها لونه حلو قوي برونز. لابسه بقى الفستان دي العروسة بقى اللي هي بيقولوا عليها ان هي اكسكلوسيف. هي لبسناها بقى الفستان ولبسناها السان جلاسز. الله، شفتوا معاها بقى العصير بتاعها ومعاها الشنطة بتاعتها، شكلها صراحة يجنن. ومع الكوباية بتاعتها والشوز بقى نلبسها لها كمان. واو، شكلها بقى حلو قوي بعد ما لبسناها الشوز وشربناها العصير. وبصوا دي الستيكرز بقى بتاعتها، شكلها هيجنن. ممكن نحط ستيكرز بقى في اي حته تعجبنا. بصوا العرايس كلهم اللي معانا، اخر عروسه معانا هي شكلها حلو جدا، هي لونها برونز. حطيت كل واحد بالدور. ممكن اكمل بقى بقيه الكولكشن لو عندي عرايس تانية بقى، كل شويه افتح لكم عرايس جديده واكمل بقيه الكولكشن. الصراحه اللعبه دي عجبتني جدا جدا وكرييتيف قوي، ممكن نعمل فيها حاجات في نفس الوقت. الدور كده بصوا ممكن نشيل فيه الحاجات بتاعه العرايس، وممكن نفتح برضو الادراج اللي ورا دي. هنا في هنا ده الكافيه والمحلات كلها اللي موجودة. بصوا ممكن نحط العروسة بقى هنا، نقعد نلعب بقى بيهم. ونقفل الجزء ده كده عشان نشيل العرايس معانا اهو، ونحط البقية بقى كده هنا. نفتح الجزء ده. الله، شوف العرايس شكلها حلو ازاي، نخليهم كلهم يلعبوا بقى مع بعض في البيت الفظيع. اهلا اهلا، ازيك، عاملة ايه؟ انا كويس الحمد لله، انتي اخبارك ايه؟ نقفل بقى الجزء ده. واو، والجزء هنا شفاف ده، بصوا في هنا زي برضو بيت تاني، شكله الصراحة حلو قوي قوي قوي. ممكن نفتح برضو بقى الادراج دي. الله، وهنا بقى في زي حمام وفي زي مطبخ وفي مراية بقى كده في النص. واو، وانا عن نفسي عجبني جدا جدا
اللعبة الفظيعة اللي هي اسمها لول دي. استنى بقى، اتمنى يا صحابي تقولي لي رايكم بقى في اللعبة الفظيعة دي بالذات، العروسة اللي كانت جديدة حصريا. وريتكم بقى ازاي قدرت ان انا افتحها واركبها واعملها مع بعض. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو الفظيع عجبكم، بليز قولي لي رايكم بقى فيه في الكومنتات. وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا صحابي، باي باي.